أما الآن فموعدكم مع إعادة للعالم عبر الأقمار الصناعية. أحييكم أيها السيدات والسادة مع هذه الجولة حول العالم عبر الأقمار الصناعية. محطتنا الأولى في صنعاء، حيث بدأت اجتماعات المؤتمر 18 للجمعية العامة للاتحاد ووكالات الأنباء العربية والتي تستمر يومين. وألقى وزير الإعلام والثقافة بالجمهورية العربية اليمنية السيد حسن أحمد اللوزي كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية التنسيق والتكامل الإعلامي بين الدول العربية للتصدي للنشاط الإعلامي الصهيوني. كما ألقى رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية السيد برجس حمود البرجس كلمة، أكد فيها على أن هذا المؤتمر يتفق في وقت يشهد تطورات على المستويين العربي والدولي، مما يستدعي مزيدا من التعاون والتكاتف لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأمة العربية. فريد أيار الأمين العام، الإخوة الزملاء، مديرو وممثلو وكالات الأنباء العربية، الإخوة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي المنامة افتتح وزير الإعلام البحريني السيد طارق عبد الرحمن المؤيد معرض الفن الكويتي المعاصر الذي تقيمه الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بمقر جمعية البحرين للفن المعاصر. وقد قام وزير الإعلام البحريني بجولة في المعرض الذي حضر افتتاحه سفير الكويت لدى البحرين السيد فيصل محمد الحجي وعدد من المسؤولين والمهتمين بالحركة التشكيلية. وقبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، تمكنت فرق الإطفاء من محاصرة النيران التي اندلعت في الناقلة الكويتية أم العيش منذ 6 أيام. هذا وقد تم قطر الناقلة عبر مضيق هرمز إلى عرض المحيط في محاولة للإسراع في إحماد الحريق. في الجزائر اجتمع الرئيس الشاذلي بن جديد مع رئيس معهد العالم العربي في باريس إيغاريبسا ني، كما اجتمع مع وزير خارجية بلجيكا مارك إيسكنز، وتم خلال الاجتماعين بحث التطورات الأخيرة في المنطقة العربية والتغييرات الجارية في أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. في نيويورك بدأ السكرتير العام للأمم المتحدة خافير بيريز دي كويار جولة جديدة من المحادثات في نيويورك أمس مع الرئيس القبرصي جورج فاسيليو وزعيم القبارصة الأتراك رؤوف دانكتاش بشأن إعادة توحيد الجزيرة المجزأة.
وقال الرئيس القبرصي في بيان له قبل بدء المحادثات إنه مصمم على بذل كل ما في وسعه لتحقيق تقدم في هذه المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ عام 1988. وقال السيد دانكتاش في بيان مماثل إن أمام الجانبين خيارين، هما التوصل إلى اتفاق للتحرك نحو إقامة علاقات اتحادية أو التعايش في سلام مع دولتين منفصلتين. وإلى العاصمة الزامبيا لوساكا وصل الزعيم الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا، وقد استقبل مانديلا من قبل الرئيس الزامبي كينيث كاوندا ورؤساء دول أفريقية وممثلي حكومات على مستوى رفيع. وسيجري مانديلا محادثات مع زعماء المؤتمر الوطني الأفريقي في المنفى حول استراتيجية إجراء محادثات أولية مع حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا. وذكر أن مانديلا سيزور بالإضافة إلى زامبيا كلا من زيمبابوي وتنزانيا والسويد، حيث سيجتمع هناك مع رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي أوليفر تامبو الذي يعالج في ستوكهولم. في اندونيسيا بدأ ممثلون عن الحكومة الكمبودية والجماعات المعارضة لها مفاوضات جديدة بهدف إيجاد حل للمشكلة الكمبودية. وحضر المحادثات أيضا ممثلون عن دول رابطة جنوب شرق آسيا وأستراليا، كما حضر الجلسة الافتتاحية وزير خارجية فرنسا رولان دوما بوصف بلاده رئيسة لمؤتمر باريس الذي عقد حول المشكلة الكمبودية في العام الماضي. وفي الوقت نفسه أعلنت قوات الحكومة الكمبودية أنها تمكنت من استعادة مواقع رئيسية في المنطقة الحدودية من قوات المقاومة. وفي مطار موغافي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أجريت تجربة على طائرة حربية خفيفة ذات تكاليف وتقنية منخفضة، ويأمل المسؤولون هناك في أن تستخدم هذه الطائرة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيعها في الخارج. The airplane's well suited for drug and addiction and some special operations missions, and so we're hopeful of keeping it here too. رومانيا، فقد أطلع مسؤولون عسكريون الصحفيين على غرفة كانت تستخدمها الشرطة السرية في تلك الدولة الأوروبية الشرقية. وذكر أن هذه الغرفة كانت تستخدم للتنصت على التليفونات، وبخاصة تلك التي يملكها أشخاص معارضون لنظام الحكم السابق في رومانيا. Pe de altă parte, există mysterious groups of ex-securitate are trying to destabilize Romania. This is the main risk today. The campaign has started and it is very dirty because the front uses all possible means to intimidate our party and the Liberal Party. محطتنا الأخيرة في كل من البرازيل وألمانيا الغربية، حيث ما زالت الكرنفالات والاحتفالات السنوية تقدم عروضها ومهرجاناتها بمصاحبة الفرق الموسيقية. موسيقى
وهكذا أيها السيدات والسادة تنتهي جولتنا حول العالم عبر الأقمار الصناعية. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.